دعا البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر منذ أكثر من 50 عاما، مجددا انتقاده لتنصل نتنياهو من حل الدولتين. دعوة البيت الأبيض تأتي بعدما أكد أحد مستشاري الرئيس باراك أوباما التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، مشيرا إلى أن إدارة أوباما لن تتجاهل تصريحات نتنياهو. في تطور لافت للأزمة بين إسرائيل وواشنطن، دعا البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والذي استمر نحو 50 عاما، مجددا انتقاده لتصريحات نتنياهو في هذا الشأن، حيث قال كبير موظفي البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا يمكنها تجاهل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تتنصل من حل الدولتين. بعد الانتخابات قال رئيس الوزراء أنه لم يغير موقفه، ولكن بالنسبة للكثيرين في إسرائيل والمجتمع الدولي مثل هذه التعليقات المتناقضة تدعو إلى التشكيك في التزامه بحل الدولتين. لا يمكننا ببساطة أن نتعامل مع هذه التصريحات كأنه لم يتم أبدا الإدلاء بها، ما أثار تساؤلات كثيرة حول مدى التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتوصل إلى السلام وحل عادل للقضية الفلسطينية عبر مفاوضات مباشرة. في النهاية نحن نعرف ما هو شكل اتفاق السلام. ينبغي أن تكون حدود إسرائيل ودولة فلسطين على حدود عام 1967. كل دولة تحتاج حدودا آمنة ومعترفا بها. الاحتلال الذي استمر ما يقرب من 50 عاما يجب أن ينتهي. وفي إطار سعي إسرائيل للتخفيف من حدة الأزمة مع واشنطن، بدل نتنياهو خطابه مؤكدا في مقابلات عدة مع وسائل إعلام أمريكية أنه لا يرفض في الواقع فكرة قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، لكن هذه التصريحات لم تقنع البيت الأبيض الذي أعلن عزمه على إعادة تقييم خياراته حيال عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في حال لم يتم أي تقدم بالمفاوضات بين الجانبين مستقبلا. عثمان عمر، الحدث.